ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهاردة اشرح الفيزياء الفضة بتتسلك او ازاي بتتسيح، وهشرح لكم بالظبط وهي معمولة بتجربة عملي وايه الخطوات اللي بتبدأ فيها وتنتهي فيها. اعملوا سبسكرايب وتعالوا بينا نشوف. اول حاجة زي ما احنا شايفين الخاتم اهو قدامنا، وده محطوط عليه حاجة، محطوط البستق. البستق ده الابيض اللي هو محطوط عليه الخاتم. البستق ده بيتحط عليه اي حاجة تحط عليها النار، عشان ده بيستحمل عامة النار. المهم جبنا بوري. بوري ده اللي هو بيولع نار، ده اسمه بوري ولعناه. بعد كده مسكنا بايدينا يمين الشيفت، اللي احنا ماسكينه ده، وبنجيب بنوجه النار اللي هي نار البوري على الخاتم اللي عايز يتسبك او يتسيح. زي ما انتم شايفين كده عمال يسخن بيسخن، بيحمر دلوقتي. كل شويه بنحط عليه حاجه اسمها دنكار. دنكار ده اللي هي النقط البيضاء اللي شايفينها دلوقتي، هتظهر دلوقتي الدنكار. الخاتم بص احمر ازاي، بدأ يتسبك، بدأ يتسيح خلاص. نقربه بالشفت عشان كل لما يتسبك على بعضه هو خلاص هيبقى سائل خلاص، فعايزين نجمعه. بص دي الديكور بالظبط، ده الديكور الابيض. نجيب شويه نرش عليه عشان يسهل السك، يسهل الدنيا تسيبك. بعد كده لما ساح خالص بقى حته قطعه بسيطه صغيره خالص كده فيها بالشيفت كده. طبعا ده احنا بنعملها على حاجه صغيره زي ما انتم شايفين، لكن في ناس بيسبكوا حاجات اكتر بكتير وحاجات اكبر بكتير. يعني مثلا في ناس بيعملوا مثلا بالربع كيلو، بنص كيلو، بالكيلو، باتنين كيلو. لكن ده خاتم بسيط احنا بس بنسبكه، انا بوريك حاجه بسيطه بس تسبك. في ناس بتسبك اوزان تانية اتقل بكتير، وبيحطوا بقى ساعتها بيصبوا الفضه السائل دي بيصبوها فين؟ على حاجه اسمها الرايزك. يعني الرايزك ده اللي هي زي ما انا عارضه في الصوره دلوقتي، الرايزك ده عشان ياخد شكل مثلا. يعني كان عايز مثلا تبوك شكل مستطيل، شكل سلك طويل، حسب ما انت عايز تبوك على ايه بالظبط. ودي هي دي نهايه حلقتنا. انا كنت عايز اوريكم ازاي السبك بيتسبك يعني، وحاجات بتتسبك، والفضه بتبقى سائل ازاي، وترجع تسبك ازاي. ورب اكون افدتكم. لو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت رد عليه على طول، وما تنسوش تدعموني وتعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم، وشكرا.